لماذا لا تفكر الأكاديمية بعقد شراكات مع الجهات الإفريقية التي وقع معها مجلس الجهة شراكات؟ هناك 5 مجالس جهوية إفريقية وقع معها مجلس الجهة. بالنسبة للأسئلة عندي، هل تراقب الأكاديمية، الأول، هل تراقب الأكاديمية اتفاقية المبرمة بين الوزارة الوصية والجمعيات التي أسندت إليها مهمة تدبير أقسام التعليم الأول، التي ظهر أن بعضها لا تلتزم بتلك الاتفاقيات ولا تنفذ بنودها بما لم يضمن أداء مستحقات المربين والمربيات وحفظ كرامتهم، خاصة الجمعيات التي لجأت إلى استجداء المجالس الجماعية والتوجه إلى استخلاص مبالغ غير قانونية من الآباء في ضرب مجانية التعليم العمومي؟ وهل توجد في المديريات الإقليمية 8 التابعة للأكاديمية جمعيات أسندت إليها مهمة تدبير أقسام التعليم الأولي وهي لا علاقة لها بهذا القطاع، أو لجمعيات تفتقر الكفاءات والقدرات المادية والبشرية اللازمة لتدبير هذا الورش، رغم ذلك أسندت إليها مهمة انتقاء المربين والمربيات ومراقبة وتتبع أعمالهم؟ السؤال الثاني، في إطار تنزيل مضامين قانون الإطار 1751 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين للبحث العلمي، وخاصة المشروع 5 الخاص بالتأهيل المندمج لمؤسسات التربية والتكوين، قامت الأكاديمية بمجهود جبار لا ننكر في شأن التخلص من البناء المفكك وتحسين جودة بنايات مجموعة من المؤسسات التعليمية في أسلاك التلال. نريد أن نعرف الإحصائيات الخاصة بتخلص الأكاديمية من البناء المفكك في المديريات الإقليمية 8، وهل عثرت الأكاديمية على بنايات تكون موضوع شبهة واختلالات وفساد وتلاعبات في الإنجاز؟ السؤال الأخير، الكثير من المدارس الخاصة بجميع المديريات الإقليمية التابعة للأكاديمية تلجأ لمدرسين يشتغلون في المدارس العمومية وتتعامل معهم في إطار اتفاق خاص أو شبه سري يسهل التهرب الضريبي، كما أن الإجراءات الإجبائية في قانون المالية لسنة 2023 عرفت زيادات ضريبية مست هذه الفئة من الأساتذة، فهل تراقب المديريات الإقليمية هذه المدارس الخاصة حول أساتذة التعليم العمومي الذين يشتغلون بها؟ والله أحمد الوليد.